صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. لما هتتسألوا تقولوا ليش هدول هيك، يعني وين الباقي؟ ف تم البيع لانه ما شاء الله زي ما شايفين عندي كثير. بعرف انه سحبت عليكم في الايام اللي فاتت، بس اعذروني، مش في ايدي، شوية ظروف شوية باكيتات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب، جايينكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله في الفيديو هذا حنروح نشوف احوال المزرعة في الصباح الباكر، وحنشوف اللي هو الطيور. بدناش نطول عليكم، خلينا نروح. وزي ما تعودنا اربط حزمة الامانة، انزل تحت وشك في القناة وفعل تنبيه الجرس الفاقة وحزين لسيل كل جديد، وخلينا نروح. ليتس جو. طيب يا اخوان خلينا نروح نطمئن على كل الطيور في المزرعة. وكمان اشي ثاني هنشوف اللي هو الثمار اللي طلعت عندي من الحمضيات، والفواكه اللي في المزرعة. تمام، بما انه الفيديو حيكون يعني هيك على كل البيوت، هناخدكم يعني مقتطفات على كل البيوت. طبعا في هان زوج اليمام اللي انتج عندي، على ما يبدو في هان وضع بيض، على ما يبدو وضع بيض زي ما شايفين، وضع اول بيضة. وهذا اللي اليمامة البرية، هذه اللي جبناها كتكوتة وربناها مع هذه، هي ابوهم، ابوها لهذه وابوها لهذه في التبني. طبعا هذه اليمامة اللي جابتها بنت اختي، جابتها كانت صقر هاجم عليها، وهيها كبرت ما شاء الله وصارت تعرف تطير، ولكن في دمها البرية في دمها، يعني لما افتح الباب تلاقيها بتطير وتخبط من هان لهان. على سيرة السمان، السمان صار يعني يصدر صوت او الاذان تبعه، وحتى الذكر صار يخصب، فهذا اشي كثير 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 حلو. ننتقل للقفص الثاني. زي ما شايفين الانثاية هذه تجوزت الذكر هذا، وعلى ما يبدو فيها وضع بيض، على ما يبدو. لسه ولكن حيبيضوا، ما زال قاعدة بالعش حيبيضوا. تمام، ايش في اشي ثاني؟ وانا بشيل البيض الاربعة لقيت الاربعة في اثنين فيهم جنين، ولكن هالك وميت. الانثيتين اللي كانوا يبيضوا مع بعض كل واحدة بطين، بالفعل يا اخوان كسرتهم هان، وبطين طلعوا فيهم اللي هو جنين وبيضة، او بطين طلعوا ما فيهم جنين. نصبح على توم. صباح الخير يا توما، ما شاء الله، تعال معنا، يلا تعال. بالنسبة للطائر الحب هذا هو، ما شاء الله نرجس وقنبة، ما شاء الله عليهم. وبالنسبة للي هو طائر الباجي، فحطتهم كلهم في قفص واحد. هذه تجوزت أبوها، وهذا أخوها ما رضيت ترجع له اساسا، هيك ما كانت متزوجة لانها لسه جاهلة هي وياه، فشفت على ابوها اللي هو الزواج. طبعا هذول اخوته من بطن ثاني، والانثى تبعته طارت زي ما قلت لكم. توم نازل، ايش بدك؟ بدك حنان؟ انت بدك حنان؟ انت حنان مسافرة. زي ما قلت لكم يا اخوان، زي ما شايفين ما شاء الله حلوات ومزيونات. تمام، خلنا نشوف اللي هو طائر الزيبرا. زمان ما شفناه، قال زمان اللي قارن ما شفته، انا ما شفتهوش، بحط الاكل والمية وبطلع. طبعا في هان زوج. ايش في يا توما؟ توما
زي ما شايفين ما شاء الله هذا الزوج الثاني، تعرف هل باض ولا لا؟ هذا الثالث مش عارف هل باض ولا لا. فالمهم خلنا نشوف نطمئن على باقي الطيور. تعال توم 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 طبعا في هان انثى رقد على البيض، خلنا نطمئن عليها. بسم الله. ما شاء الله. هل فقصت؟ لا ما فقصت يا اخوان. خلنا نشوف باقي الطيور. تمام. الانثى هذه انثى البط بتجمع هان بيض، وان شاء الله عن قريب حترقد عليه. وزي ما قلت لكم انا هاخد بيض الديك الرومي وححطه بدل اللي هو بط الدجاج او البط. هذا بيضة رومي اجي بهانا، هنرجعها محلها. زي ما قلت لكم يا اخوان هذا الدجاج اللامبرغيني بعمل زي الناس. توم بعمل زي الناس. كنت بقول لكم انه ان شاء الله هستبدل البيض هذا ببيض ثاني الا هو بيض الديك الرومي، وهذا حستهلكه استهلاك بشري. فيها بيضة امبارح الذيك هذا عمل عرس وانتايته، اقسم بالله عرس، كل الحارة عرفت انه انتايته بدها تبيض. يا كاكيلو هو بك 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 هيك. الحارة كلها سمعتهم كلها. يا طم 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 زي ما علمتك. ايوه جدع. بعد ما عمل العرس ومرضه لقيناهم بيضين في الثنكة هنا، غريبة. تمام خلنا نحط هذا مؤقتا هان، لانه بدنا نروح نشوف ايش صار عند الحمام بعد ما نقلنا ال. صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. لما حتتسألوا بقولوا ليش هدول هيك يعني وين الباقي؟ ف تم البيع، لانه ما شاء الله زي ما شايفين عندي كثير بط، وهيو لسه بدها ترقد وفي راقدة يعني. وش ودي وهي طلع 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 بتقاتلوا. العبوا سوا 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 سوا. تمام قبل ما نروح نشوف ال ايش سوينا غادي في الحلقة اللي فاتت على القناة الرئيسية. اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت على القناة الرئيسية اتمنى تروح تشاهدها. تمام اذا بنيجي نلاحظ على شجرة الكرفوت او الجرين فروت زي ما شايفين من عينيها يا اخوان ما شاء الله كلها كلها كلها. وحثها هان 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 شوفوا شوفوا هان ما شاء الله من عينيها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حتى مبرعمة طالعة براعيم جديدة زي ما شايفين. وهان كمان شجرة الليمون الشهرية كل شهر بتطلع، ولكن احنا مننسناش عليها بناخد كلهم طلع من عينيها. طبعا هذا نوع ثاني او نفس النوع جرين فروت او كرفوت نفس الاشي من عينيها يا اخوان ما شاء الله كلها حتى نطلع فروع. فالمرحلة الجاية ان شاء الله ححرث الارض اقلب التربة وحسمدها سماد طبيعي من عند اللي هو الطيور تبعتي على اساس انه يطلع الثمار هيك. ان شاء الله السنة هذه اهتم في الثمار اكثر. نيجي للثمار المشمشة او المشمش، فهي طلعت ما شاء الله زي ما شايفين
نعنيها اسم الضابط الفوكس او الاضاءة، الاضاءة مش ضابطة. خلنا نجيب لكم اياها عن قرب. حتى بعيدة، هي بعيدة اساسا الشجرة، شوفها كم متر بين التصوير، يعني تقريبا 4 متر من الارض للفوق. 4 متر بتبالغ كتير انت ابو ادم، يعني 3 الا بعيدة تقريبا. تمام. ايش كمان في عنا؟ اشجار اللي هي حمضيات برضو هان، لسه هذه ما ظهرت، هاي اول زهرة. لسه ما ظهرت، وحتى هذه كمان ما ظهرت لسه. سوانا اعمل فوكس، ما ظهرت ثانية، زهرة واحدة هيا فوق، هيا هي هي. زهرة واحدة لسه الجو مش دافي كثير، ما حمحمت، وهي كمان هان زهرة واحدة، ولكن في جنبها أزهار هتطلع. في كمان أشجار ثانية ألا وهي شجرة البوملي، فهيها مطلعة. برضو ما شاء الله من عينيها. مطلعة من عينيها ما شاء الله. تمام. شفنا اللي هو النباتات اللي طلعت، او الازهار، او هو الحمضيات والفواكه والاشياء هذه. خلنا نروح نشوف، بما انه يعني زمان ما صورت على القناة الثانية المزرعة. تمام. اللي ما حضر فيديو امس على القناة الرئيسية اتمنى تروح تحضره. نظفنا الارض وقمنا كل الثنك القديم، رمينا الصدق والمتاكل، وخلينا هنصف كنت انا جايبه وكنت صافه، ولكن شلته على اساس انه انا اغسله من الاوساخ والعزكم الله والحاجات هذه. وكنت عامل تقريبا 30 ثنكة، حطينا 30 ثنكة هان، وتقوليش كيف هدول 30 ثنكة، وتقوليش كيف في هانا زوجين 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 زوجين، يعني تحت 4 وتحت 4 8 8 و8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. 28 حبة، ضايل حبتين، الحبتين مش عارف وين راحوا، مش عارف صراحة، بيكون موجودين بس مش عارف. المهم حنظبط هذا المكان كله، هذا الأوساخ يعني حننظفها زي ما نظفنا غاد، واحتمال أرجع هذول حطهم هان، فإن شاء الله خير. طبعا في هان زغليل، والأنثى اللي كانت راقدة غاد رجعت الثنكة هي هي، وهي راقدة الثاني، والأنثى هذه كان تحتها بيضة، رحت حطيتها في ثنكة جديدة، حطيت شوية قش، وهي رجعت رقدت. ان شاء الله خير يا اخوان. تمام. خلينا نسكر عليهم. طبعا يا اخوان طلعنا لكم هيك في فيديو خفيف، فرجينا لكم شوية من احوال المزرعة، فرجينا لكم اللي هو الطيور في المزرعة وهيك. اتمنى يا اخوان انكم تنزلوا لتحت تكتبوا لنا تعليق هيك، خليه يشجعنا على اساس انه احنا نستمر في هذا اللي احنا بنسويه. تمام. استنوا ان شاء الله فيديو قوي قوي جدا 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 على القناة الرئيسية، بديش احرقوا عليك، ولكن استنوا فيديو قوي 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 جدا، والكل بستناه، يعني من زمان بستنى الاشي يصير هذا.
وخلنا نرجع زي اول ايام اللي هو الخير، بس ان شاء الله يكون الذكر يعني بخصب. تمام، لو فهمت علي اكتب تحت في التعليقات ايش فهمت انت علي وايش الفيديو القادم حيكون على ايش. وبس بيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه الجرس الفائق وهذا ليصلكم كل جديد. حبايبي طمنوا عليكم يوم الابتسامة، اكثر من الصلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا اخوان.